وهذا السائل يقول: هل محلول الملح وحقن الفيتامينات والحقن الوريدية من المفطرات؟ إذا كانت هذه فيها تغذية، فهي من المفطرات. وأما إذا كانت حقن وريدية علاجية مثل علاج للزكام وغيره، فإن هذا لا، ليست فإنها ليست مفطرة. المفطر يا إخواني هو الأكل والشرب والجماع، وما في معنى الأكل والشرب، ما في معناهما من الأشياء المغذية، الحقن المغذية إذا كانت تغذي وتعوض الجسم فإنها حينئذ تكون مفطرة. نعم، بارك الله فيكم. يسأل عن الحقن الشرجية. اي نعم، الحقن الشرجية لا تفطر، لأن مدخلها ليس مدخل أكل ولا إفطار. ولهذا فإن الحقن الشرجية والحقن المهبلية التي تستعملها المرأة للرحم أو في الرحم، هذه لا تفطر، لأن هذه ليست منافذ لا أكل ولا شرب. نعم.